لحظات ذكرى الألم هي اللحظات التي تخلد في الأذهان، تعبر عن معاني ومشاعر الحب اتجاه من فقد، والذي بفقده عم الحزن والأسى أرجاء البلاد. جابر الأحمد، أمير القلوب. تتوالى الأيام وتمضي الليالي ويبقى جابر ذكرى في قلوبنا. جابر الأحمد، الأب والأخ والصديق لكل مواطن ومقيم، حكم وعدل أحب شعبه وأحبه الشعب. سنوات مضت ويبقى ذكر جابر محفورا في القلوب، نفتح فيه صفحات الماضي القريب المكتوبة بماء الذهب في ذكرى القائد الشهم الشجاع الذي فجع رحيله كل مواطني البلاد وشعوب البلاد العربية والصديقة. جابر الذي رحل تاركا أثرا لا يمحى وأعمالاً لا تنسى ستظل لمحات مشرقة من تاريخ الكويت. الحديث عن الشيخ جابر رحمة الله عليه، كما لو كنت داش امتحان لمادة صعبة ولا مذاكرها والوقت محدود، شو اللي أقدر أقوله؟ مهما أكتب لا يمكن أو فيه جزء
من حقه. هو معروف عنه أنه قليل الكلام كثير الحكمة، لكنه عندما يتكلم وعندما يعرض وجهة نظره يعرض وجهة نظره بموضوعية وبحكمة تبقى في ذهن الضيف أو رئيس الدولة الذي يستضيفه. فدائما كانوا يتذكرون يعني تقييمه للوضع الإقليمي وللوضع الدولي، الأمر الذي ربط علاقة احترام وتقدير من قبل زوار الكويت من رؤساء الدول بالنسبة لشخصية حضرة صاحب السمو المغفور له الشيخ جابر الأحمد. كان أميراً إنساناً، وكان صفات الإنسان الخلوق كلها تجتمع في هذا الرجل عليه رحمة الله. كان عطوفاً متواضعاً كريماً، كان بعيد النظر ثاقب الرؤية، صفاته يعجز الإنسان عن أن يعددها. لكن للأمانة كان إنسان ينظر إلى شعبه نظرة الأب الحنون إلى أبنائه، وينظر إلى العالم نظرة المحبة والصداقة. فكان يجمع صفات الأب الحنون وصفات القائد ثاقب الرؤية. كان نادر في زمانه، في أهله، في وصله، في حبه حق أهل الكويت. أنا ما أتكلم عن إنجازاته كسياسي وكأمير وكقائد إسلامي عربي خليجي كويتي، أنا أتكلم تعامله مع أبنائه وبناته، راقي حليم معانا صدره وسيع، كان يعطي كل ذي حق حقه، يتعامل مع الكبير مع الصغير مع البنت مع الولد، كل واحد عمل حسب ما يرى مناسب. علمنا العدالة والإنصاف حتى بين أبنائه. أذكر سنة من السنين عندما كنت محافظ بالأحمدي، رحت للي أستأذن منه لمهمة رسمية، لقيت الأخ عبد الرزاق المشاري: لو سمحت جهز المصور. استأذنت وطلبت من سموه أن يأخذ الصورة، وفوجئت بكلمة: وإخوانك. وإخوانك تعني أن يساوي بين أبنائه وبناته. ليش أنا أفوز بهذه الصورة ويا أخواني فواتي ما يصير لهم الحق بذلك؟ فكان مع تواضعه، مع حرصه، مع تفقده، مع ذهابه للعزاء، وهذه سمة كانت لأمراء دولة الكويت جميعا يكونون مع شعبهم في أفراحه وفي أتراحه ومشاركته، يدخل ولا يمنع أحد من الدخول قبله أو بعده، وهذا السمة موجودة للكل. كان صاحب قرار، ما في تردد، ما في مجاملات، فكان هو صاحب القرار، يعني صاحب قرار اللي يخلي آلية العمل مستمرة. في مجلسه ما ينسى أحد، يلتفت على سبيل المثال اللي يحب الأدب يسأله عن الأدب، يلتفت على اللي عنده خبرة بالأنساب يسأله عنهم، اللي عنده خبرة بالنخل يعطيه حقه من الاهتمام، اللي عنده خبرة حبوب وقمح يعطيه حقه من الاهتمام. بمعنى آخر ديوان الشيخ يابر ما كان يقعد فيه واحد إلا يشعر أنه هو مهم عند سموه. كان يرى أن كل أهل الكويت أسرته، كان يحرص كل الحرص من خلال مسؤولياته على توفير كل متطلبات أهل الكويت، فكان هاجسه كيف يوفر في أحلك الظروف لشعبه المتطلبات الضرورية. يحب يسأل عن أحوال الكويتيين، عن أصحابنا،
أبوي الله يرحمه كان يعشق الحياة العائلية، واصل حق أهله، طبعا أقصد بأهله هو خواته وإخوانه وعيالهم وطبعا بناته وأولاده. ولد الشيخ جابر الأحمد الصباح في 29 من مايو عام 1926 ميلادية، وهو الابن الثالث للمرحوم الشيخ أحمد الجابر الصباح الحاكم العاشر لدولة الكويت. عاش جابر في كنف والده الشيخ أحمد الجابر في عصر يفرض على الإنسان الصبر والاحتمال، وذلك مما أثر على تكوين شخصيته في الالتزام الديني والنفسي والأخلاقي. كذلك التحق الشيخ جابر بالمدرسة المباركية، وهي أولى المدارس النظامية في الكويت، وكانت تركز آنذاك بالدرجة الأولى على تعليم العلوم الدينية والحساب، ثم انتقل منها إلى المدرسة الأحمدية التي تأسست في بداية عهد والده الشيخ أحمد الجابر، الذي أبدى اهتماماً بالثقافة والتعليم، وتعد هذه المدرسة ثاني مدرسة نظامية في الكويت، وتميزت بأنها أكثر تطوراً من المدرسة المباركية، إذ أدخلت بها مواد دراسية غير تقليدية آنذاك كاللغة الإنجليزية والمعارف العامة، ما أثر ذلك في فكر وثقافة الشيخ جابر، فقد كان طيب الله ثراه مستقيماً في معتقداته، فاتحاً عقله للتطور، داعماً للثقافة والفنون، مشجعاً للبحث العلمي. كان لقرب الشيخ جابر من والده الشيخ أحمد الجابر الأثر البالغ في تأهيل الشيخ جابر الأحمد لحكم البلاد، حيث أنه تلقى تعليماً خاصاً على أيدي أساتذة من ذوي الاختصاص والخبرة في جميع العلوم، كما أن والده الشيخ أحمد الجابر شجعه على السفر وزيارة العديد من البلدان للاطلاع على أحوال الشعوب وحضارات العالم، ليرجع طيب الله ثراه بعد كل رحلة إلى الكويت محملاً بالعلوم والمعرفة وأشكال التطور. والدته شيخ حبيبي سالم الصباح هي بنت حاكم الكويت التاسع شيخ سالم المبارك الصباح، وزوجها حاكم شيخ أحمد الجابر الصباح، ولدها أصبح حاكم الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمهم الله جميعا. رحمة الله عليه، فوجئت لما دخلت المدرسة المباركية وإلا هو تلميذ في نفس الصف اللي أنا كنت فيه، متواضعا كان جدا. من ذلك أنه وجد نفسه جالس في السطر الأمامي، فظن أنه لأنه ابن الأمير أكرموه وخلوه داخل أول الصف الأول. ليش حطيته لي قدام؟ قالوا لا إحنا حطيناك قدام لأنك صغير وقصير، التلاميذ الصغار القصار الأمام، والوسط وسط، والطوال الكبار كبار. وأشار أمين الريحاني في كتابه ملوك العرب، أمين الريحاني طبعا هو رحالة وأديب لبناني معروف، أن الشيخ جابر الأحمد الصباح نشأ في يعني عصر نهضة ثقافية في الكويت. كان المغفور له سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله أمير دولة الكويت، نتاج أسرة وتربية أسرة حكم عريقة. هذا النتاج وهذه التربية لم تقتصر فقط على إتاحة الفرصة له لكي يتعرف ويدير الشؤون المحلية لدولة الكويت ويتعرف على احتياجات الشعب الكويتي وطريقة الحكم
إنما أتيحت له فرصة أن يتعرف على العالم منذ نعومة أظفاره، فتميز أنه سافر كثيراً إلى الكثير من الدول العربية والآسيوية وأمريكا الولايات المتحدة في شبابه. وكانت السفرات هذه ليس فقط للراحة والاستجمام، إنما للتعرف بالطبع على أولاً عادات وتقاليد هذه الشعوب وهذه الدول، ومعرفة علاقاتها مع دولة الكويت، مع الكويت كدولة، أولاً كإمارة ثم كدولة، ومع المصالح الاقتصادية التي لهذه الدول مع الكويت وللكويت معها. اهتم الشيخ جابر منذ بداية نشأته بالأدب والشعر، خاصة أنه شهد عقد الثلاثينيات التي تعد بداية النهضة التعليمية والثقافية في الكويت، إذ كان لهذه النهضة أثرها في تنمية الوعي الثقافي للأمير الراحل. برز الشيخ جابر في شبابه وأصبح يشار إليه بالبنان على أنه مستقبل دولة الكويت. كان قريبا من أهل الكويت، يشاركهم أفراحهم وأحزانهم، ويظهر فكرا واعيا تاما في إدارة شؤون البلاد، مما جعل والده المغفور له الشيخ أحمد الجابر يعينه في عام 1949 ميلادية رئيسا للأمن العام ونائبا عنه في مدينة الأحمدي، وبذلك يكون هذا المنصب أولى ممارساته العملية واتصاله المباشر بشؤون الحكم والإدارة السياسية. لقد بدأ مبكرا عمله في المسؤولية العامة وهو في شبابه متحملا مسؤوليات رسمية وحكومية، وكانت مرحلة من مراحل الانتقالية المهمة لدولة المؤسسات والنهضة الحديثة، حيث أوكل للفقيد الراحل العديد من المهام والمسؤوليات، بدءا من مسؤولياته عن محافظة الأحمدي في ذلك الوقت، وهي المركز الرئيسي لانطلاق ثروة البترول والنفط وأهمية تنظيمها. كذلك كان للفقيد الراحل لمسات عديدة في الجانب التنظيمي والتنفيذي لتحول الكويت إلى دولة المؤسسات والنهضة الحديثة. الشيخ جابر الله يرحمه تولى وزارة المالية وكان خير وزير للمالية، تولاها وبعد في الماضي كانت اسمها دائرة الاقتصاد، دائرة الاقتصاد والنفط أو ما شابه ذلك، لكن لما تولاها بدأ يؤسس لمؤسسات الدولة الاقتصادية وأنشأ الشركات المساهمة التي أشرك فيها القطاع الخاص مع القطاع العام. أنه من القرارات الأولى التي اتخذها طبيعي تحت رعاية وإمارة المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح حاكم الكويت أمير الكويت آنذاك، إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، حيث كان أول رئيس لمجلس إدارتها. هذا الصندوق له يعني بصمة رئيسية لسمو المغفور له الشيخ جابر في إنشائه، في يعني إعطائه لمهامه، لكن انطلق من مفهوم الآن أصبح يعني مفهوم رئيسي في العلاقات الاقتصادية الدولية. كان له رؤية الشيخ جابر في ذلك الوقت أنه يبي يأسس إدارة مركزية تتولى عملية إدارة النفط في الكويت في البلد، وكان هذا الغرض من تأسيس بنك الكويت المركزي في عام 69، وكان الشيخ جابر الأحمد دور واضح في تأسيس هذا البنك، طبعا هذا قبل تولي الحكم وفي أيام حكم الشيخ صباح السالم. كان ثاقب النظر اقتصاديا، وكان عنده بعد نظر في الجانب الاقتصادي، جعل من الكويت دولة اقتصادية.
أذكر على بعض الأمثلة التي تنبئ عن بعد نظره، وهي إنشاء احتياطي الأجيال، إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية، إنشاء مؤسسة التقدم العلمي، إنشاء كذلك الهيئة العامة للاستثمار. كلها كانت في الجوانب الاقتصادية والعلمية التي ترتقي بالكويت. في عام 1973 له يعني هناك إنجازين مهمين الشيخ جابر الأحمد. أول إنجاز هو إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، يعني بناء على توجيهات من الشيخ جابر الله يرحمه، وكان هذا طبعا المجلس يهتم بنشر الثقافة والاهتمام بالفنون الجميلة. كذلك بنفس السنة في عام 73 كان الشيخ جابر الله يرحمه جهود حثيثة في دعم حرب 73، دعم إخواننا المصريين حرب مصر، والحقيقة كان يعني موقفه واضح جدا يعني في هذا الجانب. استطاع الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه أن يبرز ويؤكد لأهل الكويت دوره الفعال في جميع المناصب والمسؤوليات التي أوكلت إليه، كما أن هذه المسؤوليات التي ألقيت على عاتق المغفور له وهو في ريعان شبابه أمدته بالكثير من الخبرة والدراية الاقتصادية والسياسية. وبعد هذه الرحلة من الإنجاز والتضحيات في العمل الوطني، وتحديداً في عام 1965 كان الشيخ جابر الأحمد لا يزال وزيراً للمالية والصناعة، صدر مرسوم أميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة، وذلك في أثناء فترة حكم الحاكم الثاني عشر لدولة الكويت الشيخ صباح السالم الصباح طيب الله ثراه. وبعد ذلك بأقل من عام، وتحديداً في 31 من مايو عام 1966، تم إصدار مرسوم أميري بتعيين الشيخ جابر الأحمد الصباح ولياً للعهد. كان لهذا الاختيار من قبل الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح ردود فعل إيجابية من جميع رؤساء الدول الشقيقة والصديقة، تتقدمهم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، حيث بعثت برقية تهنئة للشيخ صباح السالم الصباح طيب الله ثراه، تتضمن تحياتها وتهنئتها الحارة بتعيين الشيخ جابر الأحمد وليا للعهد. كما أن هذا الاختيار قد حظي بمبايعة مجلس الأمة الكويتي، أعقبه مبايعة الشعب الكويتي قاطبة. استمر الشيخ جابر بالعطاء لهذه الأرض الطيبة وشعبها الكريم، واستطاع توظيف كل خيرات البلاد في سبيل تأمين العيش الكريم لكل المواطنين خلال توليه ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء. وليس ذلك بغريب عليه رحمه الله، فإن تنشئته الكريمة على يد والده الشيخ أحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لها أثر بالغ باهتمامه في شؤون أهل الكويت الذين يعتبرهم بمثابة أبناء وإخوة له، كما أنه عاصر وتأثر في تجارب ومواقف سياسية في تاريخ الكويت خلال فترة حكم أبي الدستور الشيخ عبد الله السالم الصباح ومن بعده الشيخ صباح السالم الصباح رحمهم الله، حيث كانت لهما اليد البيضاء في وضع الكويت على طريق السيادة والاستقلال والانفتاح على العالم شرقه وغربه. كان الشيخ جابر الله يرحمه في يعني وهو صغير كان ملازم لوالده الشيخ أحمد الجابر الصباح، والحقيقة يعني تعلم منه واستفاد منه يعني أمور كثيرة أكيد، لأنه يعني خصوصا كان الشيخ أحمد الجابر محبا للثقافة والعلم، وتعلم الشيخ جابر من والده يعني مهارات القيادة. وكذلك يعني الشيخ جابر الأحمد استفاد من الشيخ عبد الله السالم يعني حاكم الكويت 11، واستفاد كذلك من الشيخ صباح السالم اللي أصبح الشيخ جابر يعني ولي عهد
للشيخ صباح سالم، وتعلم منهم كذلك أمور كثيرة في الاقتصاد والسياسة وفي الإدارة وغيرها كذلك من الأمور التي ساعدتها بالتأكيد في فترة حكمه. عاصر ثلاث حكام من حكام الكويت الذين ساهموا في النهضة الحديثة للكويت، بدءا من المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح، ومتابعة أيضا مع المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح، واستمر أيضا في مساهماته وعطاءه مع المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح. هذه التجربة كانت تجربة مفيدة وغنية جدا. الذي يلاحظ في معاصرة جابر الأحمد لهؤلاء الحكام أن هؤلاء الحكام أجمعوا على أن جابر الأحمد هو شخصية قيادية متميزة، ولذلك جميعهم أوكلوا إليه مناصب قيادية يستطيع من خلالها أن يبني ويتبنى أفكار تنهض ببلده. في 30 ديسمبر 1977 ميلادية انتقل إلى جوار ربه أمير دولة الكويت الحاكم 12 الشيخ صباح السالم الصباح، تاركاً ذكراه الطيبة الحافلة بالعمل والإنجاز في سبيل رفعة شأن الكويت. ووفقاً للدستور الكويتي الذي وضع بإحكام من أناس سخروا طاقاتهم وجل إمكاناتهم في وضع خطوط عريضة واضحة المعاني تكفل تنظيم الدولة وإدارة شؤون البلاد من خلال هذا الدستور الذي نتمتع به إلى يومنا هذا باحترامه من قبل جميع حكام الكويت والقيادة السياسية. بويع الشيخ جابر الأحمد الصباح أميراً لدولة الكويت في 31 ديسمبر 1977 ميلادية، ليصبح بذلك الحاكم 13 لدولة الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأدود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه. شهد كل من عاصر المغفور له الشيخ جابر الأحمد في رحلة عطائه منذ توليه أول منصب سياسي مروراً بتوليه رئاسة الوزراء وولاية العهد أنه كان مهتماً بأمور التخطيط والشؤون المالية، وذا فكر إبداعي محب للعمل يهتم بأدق التفاصيل، كما أنه كان قريباً من قضايا الدولة والأحداث الجارية في المنطقة وفي العالم بأسره. كان لهذه الصفات التي يتمتع بها الشيخ جابر الأحمد دور رائد في حركة الإصلاح والبناء التي شارك فيها بفعالية منذ مطلع الاستقلال، أي قبل توليه مقاليد الحكم، فقد أرسى واقعاً وقواعد جديدة للدولة والمجتمع العصري قائماً على احترام القانون والنظام والعمل ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا ما سهل لدولة الكويت الدخول إلى المجتمع الدولي وهي تملك رصيداً كبيراً من مقومات المجتمع الحضاري. حظي الشيخ جابر بقبول كافة شرائح المجتمع الكويتي، حيث قام الشعب الكويتي بمبايعة سموه على السمع والطاعة منذ الوهلة الأولى لتوليه سدة الحكم، وهذه عادة أهل الكويت الذين جبلوا عليها منذ أمد طويل في محبة الحاكم واحترامه وتقديره وتقديم المشورة له ومعاونته في سبيل أمن ورخاء البلاد. كان خير خلف لخير سلف. كان صباح السالم عليه رحمة الله رجلاً رؤوفاً بشعبه، رجل عاطفي محب لشعبه، رجل خير وبركة على الكويت. وعندما انتقل إلى رحمة الله كان اختيار جابر الأحمد، وجابر الأحمد حينما اختير استبشر الناس كذلك بالخير،
باعتباره كان رئيسا للوزراء ولم يكن بعيدا عن الحكم. جابر الأحمد كان هو المحور في عمل الدولة أثناء حكم الشيخ صباح السالم عليه رحمة الله، فلم يستغرب الناس تولي جابر الأحمد للحكم، وكانت فترة تولي الشيخ جابر الأحمد للحكم فترة متميزة بالنهضة الشاملة. وأول ما استلم الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه الحكم جهزنا لموكب يليق بمقام رحمة الله عليه، وعرضنا عليه قال لا الموكب هذا كبير ما أبيها الضامة، قللوا من هذا الموكب. كذلك قللنا الموكب ورد مرة ثانية هم تقلله، فصفى على تكون الموكب كوكبة صغيرة اللي هي سيارة حرس أميري قدام وسيارتين بالخلف تحمي فقط، مع سيارة وحدة أمن خاصة اللي هي المباحث بالخلف خلف السيارات. هذا هي كوكبته. حركته طبعا دائما ثابتة الحقيقة وغير متغيرة، توقيت ثابت اللي هو وقت الدوام الرسمي نطلع من قصر الأسمان الساعة 8 إلا 3 دقائق، أكرر 8 إلى 3 دقائق. الثلاث دقائق هذه أساس هو مسافة الطريق من قصر الأسمان إلى قصر السيف، فيبي يفتح الباب وهو في قصر السيف الساعة 8، فهذه خروجه التوقيتي اللي هو يطلع من قصر الأسمان 8 إلى 3 دقائق ويوصل الساعة 8. كذلك أثناء خروجنا كذلك ما يبي يؤذي أهل الكويت، دائما الإشارات خاصة الإشارة اللي قريبة من السفارة البريطانية إذا شاف زحمة السيارات كذا عاتبنا وقال ما بي سيارات وما بيكم توقفون السيارات لمن توصل أول سيارة عند السفارة يلا سكرون الشارع، لأن ما يبي يؤذي لا المواطن ولا المقيم في الوصول إلى الوظائف إلى وظيفته. أصدر مرسوم بأن تلقى من الديباجة الأميرية بالنسبة لحضرة صاحب السمو اسم التعظيم، كانت الديباجة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم، فقال لا التعظيم للمولى عز وجل، استبدلوها بكلمة أمير البلاد المفدى، وكان هذا فضل من المولى عز وجل لسموه فخر لنا. ثم أمر بوضع البسملة فوق شعار الكويت في الكتب الرسمية بسم الله الرحمن الرحيم، ثم على مداخل وزارات الدولة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم استبدل الصورة الأمير اللي كانت سائدة في ذاك الوقت على العملة النقدية بأن يكون تستبدل من صورة الأمير إلى شعار دولة الكويت. اتسم عصر الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه بالازدهار والرفعة في جميع المجالات الحيوية التي توفر للمواطن العيش الكريم والعدل والمساواة، كما أن المغفور له اعتاد منذ توليه الحكم أن يطرح على شعب الكويت والمؤسسات المدنية وعلى رأسها مجلس الأمة برنامج عمله المستقبلي، شارحاً أمانيه وطموحاته وتطلعاته لجعل الكويت بلداً ومجتمعاً حضارياً، حيث كان طيب الله ثراه مؤمناً كل الإيمان بالحياة الديمقراطية وأن مشاركة الشعب في الحياة السياسية نابعة من التراث والتقاليد الكويتية الأصيلة. المجلس كذلك إذا اقترحنا مشروع قانون سواء في المعيشة ولا سواء في زيادة الرواتب يقول الكويتي لا يمكن وحنا نقدر لا يمكن أن نمنع شيء تجيبونه أنتم يا أعضاء مجلس الأمة وهو ينفع الكويتيين. وكان مؤمنا بها صادق الإيمان. أذكر أنه كان يحث على أن يشارك الشعب الكويتي بأجمعه في الجانب الديمقراطي. حب الله الكويت بنعمة الخير والأمان والرخاء في ظل حكامها من أسرة الصباح الكرام، فهذا الشيء يجعلهم عرضة للأطماع من قوى الظلام والشر، وحرص سمو الأمير الشيخ جابر في أكثر من مناسبة إلى دعوة شعبه وحثهم على الوحدة الوطنية لأنها صمام الأمان
وقوة الردع الاجتماعي ضد أي أطماع خارجية أو أياد سوداء تريد بالكويت وشعبها الدمار والخراب. ويظهر التفاف الشعب الكويتي حول القائد الأب جابر الأحمد والحكومة الرشيدة جلياً جراء الاعتداء الأثيم الذي تعرض له موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح وهو في طريقه إلى مكتبه في قصر السيف صباح يوم 25 من مايو عام 1985 ميلادية. إنني أشكركم جميعاً بما أظهرت من مشاعر صادقة، وأدعو الله سبحانه أن يبعد عنكم كل مكروه، كما أود أن أشكر إخواني الرؤساء الذين اتصلوا بي معربين عن مشاعرهم الأخوية التي أعتز بها. حفظ الله الجميع من كل مكروه، ورحم الله الذين ذهبوا ضحية هذا الحادث الأليم، وكتب الله الشفاء للمصابين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن علاقة الشيخ جابر بشعبه كانت علاقة أبوية حميمة، علاقة الأب بأبنائه، تحكمها تلك العلاقات الأسرية التي تربط رب الأسرة بأبنائه وأقربائه، كما أن الشعب الكويتي يكن له كل التقدير والمودة، وكان لهذا الحادث الآثم من قوى الظلام ردود فعل شعبية عارمة ظهرت من خلال الهيئات الحكومية والتنظيمات الأهلية التي أجمعت على شجبها واستنكارها لهذا الاعتداء وتأكيدها على الوحدة الوطنية والوقوف إلى جانب أميرها وقيادته الحكيمة. كانت عندنا معلومات أن هناك تهديد على رحمة الله عليه الشيخ جابر الأحمد، ودخلت عليه مع رحمة الله عليه ناصر التنا كان آمر حرس أميري، وطلبنا منه أن يكون تشديد الحراس الموكب وكذا، نكبر الموكب نسكر كذا. رفض الشيخ وقال لا، خلكم على ما هو والحامي رب العالمين، واخذوا إجراءاتكم الاعتيادية بدون أي مزاحمة للناس. الحقيقة صار الحادث في شهر رمضان 25/5/85، وكان حادث الساعة تقريبا الساعة 9:45 9:30 هالمحاري هذه، لا أذكر يعني، بس مسافر، لأن رمضان خروج صاحب السمو الساعة 9 تقريبا. صار الحادث، تفاجأنا فيه الحقيقة. أنا كنت بقصر دسمان، سمعت صوت الانفجار. طبعا الانفجار دوى في المنطقة كلها، والناس كلها عرفت بالمنطقة لأن الانفجار كان قوي. وصلنا، طبعا أول ما صار الانفجار على طول ركبنا سياراتنا وصلنا مكان الحادث. كان الحادث قريب من طبعا بيت الشيخ حمود الجابر ومحطة البنزين اللي كانت على البحر، وهذا طبعا العدو كان مختار هالنقطة الحساسة اللي قريبة أساس يكون تفجير أكثر. والحمد لله فضل نجا، الله نجاه بإلهام هالعسكريين وحماية الأفراد الموكب اللي حافظ على أنه كيف يسكر الثغرات ويحمي صاحب السمو من دخول سيارة النيسان هذه البيضة إلى سيارة صاحب السمو رحمة الله عليه. سمعت هزة وأنا أمشي بالسيارة، أنا كنت على شارع الخليج، اتصل علي واحد من الأصدقاء قال في انفجار في موكب صاحب السمو، كان قريب من المنطقة، وكملت أنا، وكنت من الأوائل اللي كانوا متواجدين عندما نقل إلى المستشفى الأميري، والحمد لله إن الله ستر من ذاك الحادث، ولكن لم يمنعه أو يغير في مواقفه أو في نهجه ويعني رأيه في كثير من الأمور، لأن نظرته دائما عادلة وحقانية وإنسانية في نفس الوقت. ولكن تعرف الإرهابيين والمجرمين وبعض الأنظمة لا تقتنع ولا تعرف العدالة ولا تعرف الإنسانية.
استمر سمو الأمير الشيخ جابر طيب الله ثراه في صنع التاريخ من خلال عجلة النمو والازدهار والرفعة لدولة الكويت، حيث أصبح عصره علامة فارقة في تاريخ البلاد والمنطقة بأسرها، واستحقت الكويت أن تكون عروس الخليج وقورنت نهضتها من خلال ما تملكه من بنية تحتية وقواعد راسخة لدولة متقدمة. فالكويت في عهده بلغت ما لم تبلغه أي الدول من السمعة الطيبة في جميع المستويات. ارتبط اسم الشيخ جابر بالعديد من الإنجازات، وضع المغفور له أسس استراتيجية من شأنها تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لأبناء شعبه، وتضمن للأجيال القادمة نصيباً من هذه الوفرة الاقتصادية التي أنعم الله بها على البلاد، وذلك في ضوء رؤية اقتصادية واعية. هذه الإنجازات لا يمكن حصرها، لأن الأمير المغفور له الشيخ جابر الأحمد كان يسابق الزمن في سبيل المجد، حيث لا يكاد يخلو عام من فترة حكمه للبلاد دون تحقيق كم هائل من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. فعلى المستوى المحلي نجد أن الشيخ جابر رحمه الله اهتم بالإنسان الكويتي وبنائه، واهتم بالعلوم والمعرفة والثقافة والحفاظ على العقيدة الإسلامية السمحاء ودعم مشاريع الشباب وتوفير سبل العيش الكريم لأهل الكويت. ركز الراحل على الشباب وركز على الرياضة، ففي عام 78 صدر أهم قانون يعتبر الآن العمود الفقري لتنظيم النهضة الرياضية الكويتية، وهو قانون 42/78، بعد أن تحولت الأندية من جمعيات محدودة إلى هيئات رياضية وفرت لها الدولة كل الإمكانيات وكل المجالات. العديد من الإنجازات تحققت في عهد المغفور له الشيخ جابر الأحمد. في عام 1980 حقيقة تأسيس يعني شركة مؤسسة البترول الوطنية في عام 1980، وكذلك يعني إنجاز رياضي الحقيقة إلى الآن يعني تفخر فيه الحركة الرياضية في الكويت، وهو حصول منتخب الكويت على كأس آسيا كأول فريق عربي يحصل على هذه البطولة الإقليمية اللي هي كأس آسيا، واستضافة الكويت هذه البطولة عام 1980. وهذا يعني كان يعني الشيخ جابر له دور كبير في دعم الرياضة في الكويت، خصوصا في أيام يعني ما كما يسميه الجمهور الرياضي العصر الذهبي. كذلك يعني في نفس السنة عام 1980 تأهل منتخب الكويت إلى أولمبياد موسكو حقيقة يعني، ولعب في أولمبياد موسكو واستطاع أن يتجاوز مجموعته وتأهل إلى الدور الثاني عن جدارة، وخسر أمام منتخب روسيا يعني في مباراة تاريخية مشهورة، اللي هو يعني كان منتخب روسيا في ذلك الوقت كان من أفضل منتخبات العالم، وهو يعني كان في يعني في صاحب الأرض، خسر 2-1. لكن يعني هذا يعتبر إنجاز للرياضة الكويتية بوصولها إلى أولمبياد موسكو، وكذلك تجاوزها الدور الأول وصولها إلى الأدوار الثانية. وكذلك من الإنجازات الحقيقة يعني الرياضية للشيخ جابر الأحمد يعني كان في حكم الشيخ جابر الأحمد الله يرحمه وصول منتخب الكويت كأول فريق خليجي إلى نهائيات كأس العالم في أسبانيا عام 1982. وهو مؤسس حماية القصر، شون القصر هو الآن
يموت الميت ما يخلي أسرته لي غير والديه إذا فقد أحدهم أنه يتولى. تولوا شون القصر ويحافظون على أموال القصر لين يبلغ ابن سنه القانوني ويسلمونه مالتك، وإذا كان ما عنده شيء يرعونه لين يكبر ويتوظى. وهذه كلها وجدت في عهده الله يرحمه. ومن يعني الأشياء اللي يعني حصلت في عهد الشيخ جابر الله يرحمه، والحقيقة كان هو متابع لهذا الموضوع، وهو إغرار قانون محو الأمية الحقيقة يعني عام 1981، وكان يعني الشيخ جابر حريص على إغرار هذا القانون يعني محاربة الجهل في الكويت، وكان لهذا القانون حقيقة يعني آثار إيجابية كثيرة في يعني تقليل يعني نسبة يعني الجهل في الكويت وفي نشر العلوم. في إنجازاتها المحلية يعجز الإنسان عن أن يعددها، لكن يعني أذكر من الإنجازات المحلية التأمينات الاجتماعية، كذلك الهيئة العامة للاستثمار، شؤون القصر، كذلك عنايته بالشباب بشكل عام، وعنايته بذوي الاحتياجات الخاصة واهتمامه بهم والتبرع لهم وإنشاء المؤسسات التي ترعاهم، عنايته بالأرامل والمطلقات وتخصيص المساكن الخاصة لهم، عنايته كذلك بالرياضة والرياضيين. هذه كلها من اهتمامات سموه رحمه الله. كذلك في الجانب العلمي كان له اهتمام كبير بإنشاء المركز العلمي، بإنشاء المرصد الفلكي، بإنشاء المتاحف، بتشجيع دور العلم وبالابتعاث إلى الخارج لطلبة الكويت. فكان سموه يعني في كثير من الجوانب يعني متميز في أدائه وفي توجيهه للمسؤولين بأن ينهضوا بالشباب الكويتي وبالشعب الكويتي بشكل عام. هو من أرسى مبدأ الشراكة الحقيقية والهادفة، هي ليست مجرد هذا، لكن هو توسيع لدور القطاع الخاص. يعني اللي نشوفه من القطاع الخاص هو نتيجة سياسات الله يرحمه المغفور لجابر الأحمد. وكان للشيخ جابر دور بارز إقليميا في المنطقة، حيث دعم سموه العديد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وفي عهده بلغت المساعدات الاقتصادية مبلغا كبيرا للدول الشقيقة والصديقة، واتسمت سياسته طيب الله ثراه بالتوازن في العلاقات مع القوى الإقليمية والدولية، وكان حريصا على إقامة علاقات سياسية واقتصادية متميزة بالعديد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك في سبيل تأمين الكويت من الأخطار المحيطة من خلال هذه العلاقات الدولية التي تكون لدولة الكويت حكومة وشعبا كل الود والاحترام. كانت علاقة الكويت لا أبالغ لو قلت بالعالم، يعني علاقة يعني علاقة وثيقة، علاقة طيبة أسسها من قبله وزادها عمق وترابط بمعاونة صاحب السمو الله يحفظه وطول عمره الشيخ صباح أيامها، ورحمة الله عليه سمو الأمير الوالد الشيخ سعد. فصارت علاقات وثيقة بين الدول، والعلاقة السياسية لا شك أنك أنت تحفظها ليوم من الأيام، لأنك ما تعرف عن المستقبل. وبذلك كانت الكويت سباقة في إرسال المساعدات، وكانت سباقة في
إدانة بعض الدول المحتاجة وزيارات لا تنقطع. لذلك كوننا يعني كونت الكويت بسياسة المقفور علاقة كبيرة. استشعر سموه بحنكته السياسية وبعد نظره السياسي أن الدول الخليج وهي دول في ذلك الوقت لديها إمكانيات اقتصادية كبيرة جدا، وفرة نفطية وتركيز على التنمية الاقتصادية، لا تستطيع أن تعيش بدون منظمة تجمعها وتوحد سياستها وتوحد كيانها وتصبح قوة اقتصادية فاعلة، بدل أن تصبح 5 أو 6 قوة متفرقة تصبح قوة واحدة اقتصادية وسياسية. فطرح فكرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذه الفكرة فكرة أصيلة للمغفور له الشيخ جابر الأحمد صباح، الذي فوض في ذلك الوقت سمو الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لكي يقوم بتسويق هذه الفكرة إلى دول الخليج، بدءا في المملكة العربية السعودية، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر والبحرين وعمان. وأيضا كان طبيعي لسمو الشيخ صباح الأحمد بتوجيهات من الشيخ جابر فكرة خلق دولة الإمارات العربية المتحدة، بدل ما كانت 7 إمارات انضمت في إمارة واحدة بإرادة طبيعية شعبية من شعوب دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد كان لفكرة مجلس التعاون منذ تأسيسها ورعاية المغفور له صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد لهذه الفكرة بمشاركة ومساندة أشقائنا في دول مجلس التعاون، أن أصبح هذا المجلس عنصر من عناصر الأمن والاستقرار الدولي، عنصر من عناصر التنمية والتطور على مستوى العالم، أيضا عنصر من عناصر التنمية البشرية لشعوب هذه المنطقة بما حباها الله من خير ومن أمن واستقرار وبناء. كان الصندوق الكويتي للتنمية يمنح القروض لكل الدول دون استثناء، وعلى سبيل المثال عندما كان العالم مقاطع للصين ولا يعترف بها ولا يدخلها للأمم المتحدة ولا يتعامل معها، كانت الكويت هي الدولة العربية يمكن التي كان لها سفارة في الصين وأقرضت الصين بقرض من خلال صندوق الكويتي للتنمية. وهذا الحقيقة لمسناه عندما كنا نواب وزرنا الصين وقابلنا رئيس الصين في ذلك الوقت، قال نحن لن ننسى مواقف الكويت، عندما كان العالم كله ضدنا كانت الكويت تقرضنا من خلال صندوق التنمية، وهذا دليل على حسن سياستها وحكمة حكامها. فعنده بعد نظر في هذا الجانب، أسقط الفوائد عن الدول الفقيرة التي كانت اقترضت من صندوق التنمية، وهذا جانب إنساني وجانب سياسي وجانب اقتصادي كذلك في هذه الناحية. قال أريد أن أقدم مبادرة أن الكويت بصفتها الآن رئيسة منظمة المؤتمر الإسلامي 3 سنوات، أريد أن ألغي فوائد القروض التي قدمناها إلى الدول الأكثر فقرا، أعفيها من فوائد القروض. وفعلا تم تضمين هذه الفكرة الرائدة غير المسبوقة، إلقاء فوائد القروض على الدول الأكثر فقرا. كانت لهذه الخطوة صدى كبيرا جدا لدى الدول النامية. كانت علاقات الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه بشعبه علاقة ود ومحبة، علاقة أب بأبنائه وليست علاقة حاكم برعيته. جابر الأحمد خالدا في قلوب الكويتيين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. لحظات مشرقة في تاريخ سموه لم تنتهي بعد، إنما هي مسيرة طويلة من العمل الشاق في سبيل غاية نبيلة أخذها على عاتقه منذ اليوم الأول في عمله السياسي. تحمل أعباء هذه الأمانة ولم يتخلى عنها يوما من الأيام، إنما حرص عليها وقام بأدائها بكل أمانة وصدق. من الممكن أن نسمي ما مضى
أنه الفترة الأولى لمسيرة أمير القلوب، هذه المسيرة الخالدة يعقبها فترة ثانية مليئة بالإنجازات والعمل وإزاء الأخطار التي تعرضت لها دولة الكويت. أظهر الشعب الكويتي معدنه الأصيل من خلال التفافهم حول الشرعية والتفاني والفداء، وذلك في أحلك الظروف وأصعبها في تاريخ الكويت.